طبعا بنأكد على معدلات الحركة المعتادة في الفترة الصباحية، تأثير الذروة الصباحية واضح على بعض المناطق، لكن بنأكد على أن الحالة المرورية بدون أي معوقات سواء حوادث أو أعطال على الطرق السريعة بالكامل. أيضا الحالة الجوية مستقرة بحمد الله، ما عندناش اختلاط بشبورة أو أمطار ممكن تؤثر على حركة السير على أي طريق سريع. نتمنى طبعا السلامة للجميع. معدلات الحركة اللي موجودة المعتاد على محور 26 يوليو ومعدلات حركة مرتفعة للقادمين من أكتوبر والمتجه لبدار لبنان. بننصح دايما باستخدام البدائل في الفترة الصباحية سواء محور رود الفرج أو محور الواحات ومنهم إلى الدائري. بالنسبة للاتجاه الآخر من المحور، الحالة تحسنت عليه بشكل كبير للمتجهين لأكتوبر، ما بننصحش بتغيير أي مسارات عليه خلال الفترة اللي جاية.